السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعي قناة إنفينيتي ليرن أكاديمي والنهاردة موعدنا مع مراجعة النهاردة والنهاردة موعدنا والنهاردة موعدنا مع مراجعة الصف العاشر مادة الرياضيات الفصل الدراسي الأول السؤال الأول ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة لكل مفردة من المفردات الآتية ما ميل المستقيم الذي معادلته اتنين ص بتساوي أربعة س ناقص واحد طبعا اتنين ص بتساوي اربعة س ناقص واحد ممكن اقسم منها على الاتنين يبقى إذا المعادلة هتكون ص لأن الاتنين هتروح مع الاتنين بتساوي اربعة قسمة اتنين باتنين س ناقص واحد قسمة اتنين بنص هنا في الحالة دي هيكون الميل هو معامل السين الميل هو معامل السين يعني الإجابة هتكون اتنين طيب في طريقة تانية لإيجاد الميل إذا كان مثلا السين والصاد مع بعض في نفس الطرف يعني مثلا لو أنا عندي تلاتة صاد زائد اتنين سين ناقص سبعة تساوي صفر وقال لي وجد الميل الميل له قانون اللي هو سالب معامل سين على معامل صاد يعني نقول سالب اتنين اللي هو سالب معامل سين نغير إشارة معامل السين بدل ما هي موجب تكون سالب ولو كانت سالب تكون موجب يبقى سالب اتنين على معامل الصاد معامل الصاد اللي هو ايه تلاتة يبقى ده قانون اخر لما يكون معادلة صفرية تمام طيب لما يكون الصاد في طرف لوحدها بنقسم على معامل الصاد عشان نخلي الصاد لوحدها وبعدين نطلع الميل الميل هو معامل السين السؤال اللي بعد كده ما قيمة كاف في معادلة المستقيم سين زائد كاف صاد زائد ثلاثة بيساوي صفر عندما يقطع المستقيم المحور الصادي الموجب عند صاد تساوي ثلاثة لما يقطع المحور الصادي عند صاد تساوي ثلاثة ده معناه ان السين بصفر السين بايه بصفر يعني انا دلوقتي هضع السين بصفر وهعوض مكان الصاد بتلاتة يبقى اذا السين هنا بصفر زائد هنا الصاد بتلاتة تلاتة في كاف بتلاتة كاف زائد تلاتة بتساوي صفر بعدين نحلها كمعادلة هنودي التلاتة الطرف التاني بعكس الاشارة يعني تلاتة كاف بتساوي سالب تلاتة نقسم على التلاتة يبقى إذا ال هنا تروح ال ك تساوي سالب 3 على 3 بسالب 1 يبقى قيمتها سالب 1. يبقى لو قال لي يقطع محور الصادات ده معناه إن س بصفر، لو قال لي يقطع محور السينات ده معناه إن بصفر. ننتقل إلى السؤال الثالث: ما من الشكل المقابل ما النسبة بين مساحة سطح الكرة الكبرى إلى مساحة سطح الكرة الصغرى؟ بالنسبه للمساحات بنشوف انصاف الاقطار هنا 2 م الى م دي انصاف الاقطار 2 م الى م هنختصر الميم مع الميم يعني النسبه بتاعتهم 2 الى 1 دي بالنسبه لانصاف الاقطار في المساحات نصف القطر بنربعه يبقى اذا المساحه لازم نربع النسبه يعني 2 ضرب 2 هتكون ب 4 و1 ضرب 1 هتكون ب 1 يعني النسبه هتكون 4 الى 1 ولو كانت حجوم هنكعبها لان هيكون النق تكعيب يبقى هنقول 2 أس 3 ب 8 و1 أس 3 ب 1. يبقى المساحة بنربع النسبة، أما الحجم بنكعب النسبة أو بنجيب تكعيبه. السؤال الرابع: الشكل المقابل يمثل توزيعا طبيعيا معياريا، ما مع نسبة البيانات في الجزء المظلل؟ لو أنتم لاحظتوا الجزء المظلل هنا بدأ من صفر إلى 2، يعني من صفر إلى الانحراف المعياري الثاني. طيب إحنا عارفين إن من الانحراف المعياري الثاني جهة اليمين إلى الانحراف المعياري الثاني جهة اليسار. نسبته 95% هو هنا ظلل نصه بس يعني هقسم على 2 فالاجابه هتكون 47.5% طبعا انت عندك المساحات اسفل المنحنى ثلاث مساحات الانحراف المعياري الاول 68% لازم تحفظ النسب دي 68% والانحراف الثاني 95% والاخير 99.7% طبعا ده اللي هو الانحرافات الاول والثاني والثالث تمام طبعا هنا لما ي... لما يظل نصف الانحراف او نصف المساحه بالظبط فبنقسم على اثنين وبنطلع الناتج بكل بساطه السؤال الخامس الوسط الحسابي لاسعار مجموعه من السلع هو 45 ريال والانحراف المعياري هو 10 ما القيمه الحقيقيه للسلع التي درجتها المعياريه واحد من عشر. عشان اقدر احل عندي قانونين هنا في قانون اللي احنا خدناه قبل كده اللي هو ازاي اللي هي القيمة المعيارية بيساوي س ناقص س شرطة على الانحراف المعياري تمام طبعا هو عطيني القيمة المعيارية واحد من عشرة يبقى نعوض واحد من عشرة مكان ازاي بتساوي س اللي هي القيمة الحقيقية مش موجودة مجهولة ناقص س شرطة اللي هو المتوسط والوسط الحسابي هنا او المتوسط 45 على الانحراف المعياري الانحراف المعياري كام 10 بعدين نعمل ضرب ايه تبادلي هيبقى طبعا س ناقص 45 ضرب 1 تنزل كما هي بعدين 1 من 10 ضرب 10 تعطينا 1 وادي ال 45 الطرف الثاني بعكس الاشاره يبقى س بتساوي 1 زائد 45 يبقى س بتساوي 46 دي طريقه في طريقة تانية أو قانون سريع ممكن تستخدمه القيمة الحقيقية اللي هي س بتساوي القيمة المعيارية اللي هي زي ضرب الانحراف المعياري زائد المتوسط يعني بكل بساطة هتضرب واحد من عشرة ضرب الانحراف المعياري اللي هو عشرة زائد المتوسط اللي هو خمسة واربعين وتطلع الناتج مباشرة هتطلع الإجابة ستة واربعين ده قانون للقيمة الحقيقية تمام يبقى انت دلوقتي عشان تحل اي سؤال لازم تركز في المطلوب هل هو قيمه معياريه او مطلوب منك الدرجه المعياريه اي قيمه هتطبق القانون وتحل على طول اذا كان الانحراف المعياري لمجموعه من القيم هو باء ناقص واحد وكان التباين لها يساوي 16 فما قيمه باء انتوا عارفين ان الانحراف المعياري هو جذر التباين يعني ده معناه ان باء ناقص واحد بتساوي جذر التباين اللي هو 16 يبقى باء ناقص واحد جذر 16 كام؟ أربعة هنودي السالب طبعا الطرف الثاني بعكس الإشارة سالب واحد هنوديها الطرف الثاني بعكس الإشارة يبقى الباء بتساوي أربعة زائد واحد تمام تطلع الإجابة خمسة يعني الإجابة باء طبعا ما تنسوش تعملوا لايك وشير للحلقة عشان كل الناس تستفيد خلينا بقى نشوف السؤال السادس يلا السؤال السادس إذا كان الجذر التكعيبي ل 9 أس 69 بتساوي الجذر التكعيبي ل 3 فما قيمة السين؟ طبعا هنا لازم نخلي الأساس نفس الأساس فممكن أقول الجذر التكعيبي 9 هنا معناها 3 أس 2 والسين تنزل يعني 3 أس 2 سين طبعا ال 9 3 أس 2 لأن هي 3 في 3 ب 9 بتساوي الجذر التكعيبي ل 3 طبعا 3 أس كام؟ 1 ده معناه بما ان الجذر التكعيبي هو نفسه الجذر التكعيبي، ده معناه ان اللي داخل الجذر بيساوي اللي داخل الجذر، هنا الاساس نفس الاساس، يبقى الاس بيساوي الاس، يعني 2 س بتساوي واحد. نقسم على معامل السين، ده معناه ان السين بنص، يبقى نحط علامه او نحوط على النص. ما المتباينه الموضحه بالشكل المقابل؟ لما يجي لك رسمه كده وعايز تعرف المتباينه، اول حاجه انظر للخط. الخط ده إذا كان متصل لازم يكون علامة فيها يساوي، يعني أكبر من أو يساوي أو أصغر من أو يساوي. إذا كان متقطع يبقى ما في يساوي. طيب لاحظنا إن هو متصل ولاحظنا إن كل الاختيارات فيها يساوي. طيب ندور على شيء آخر. هنا لازم أجيب المعادلة. طبعا المعادلة هنا لو أنت لاحظت بيقطع المحور السيني في كام؟ في ثلاثة وبيقطع المحور الصادي في كام؟ في سالب ثلاثة. فممكن نكون المعادلة هي سين على ثلاثة زائد ص على سالب 3 بتساوي 1 دي المعادلة تمام؟ يلا نعمل ضرب تبادلي ونظبط مسألتنا سالب 3 طبعا ممكن نبدأ من هنا 3 في ص ب 3 ص وسالب 3 في س بسالب 3 س بعدين يساوي اضرب 3 في سالب 3 بسالب 9 يبقى هنا سالب 9 تمام؟ نقسم على 3 عشان نظبط مسألتنا يبقى إذا المسألة هتكون ص ناقص س بتساوي سالب 3 حلو يبقى الاختيار هيكون ايه هيكون يا اما ألف او ب لانه طبعا هنا ص ناقص س بتساوي سالب 3 وهنا ص ناقص س اكبر من او يساوي سالب 3 واصغر من او يساوي سالب 3 يعني الاختيار طبعا يا اما هيكون اكبر يا اما هيكون اصغر طيب انا اعرف الاختيار الصح ازاي هل هو اكبر ولا اصغر ازاي هنروح لنقطه الاصل اللي هي في منطقه الحل ونعوض بيها هنا صفر ناقص صفر يساوي سالب ثلاثة هل الصفر بيساوي سالب ثلاثة؟ لا امال الصفر ايه؟ اكبر من سالب ثلاثة صح؟ يبقى اذا احنا نختار الاكبر يبقى الصفر والصفر اكبر من سالب ثلاثة يبقى انت هتعرف من نقطة الاصل او بتعويض في اي نقطة في منطقة الحل السؤال اللي بعده ما قيمة المقدار سبعة زائد اتنين جزر اتناشر ناقص اتنين جذر ثلاثة ناقص جذر سبعة عشان تقدر تحل السؤال ده صح خلونا نمسح الجزئية هذه وتعالوا نوضح لكم ازاي نعمل مسألتنا اول شيء سبعة زائد 2 جذر اتناشر ناقص اتنين جذر ثلاثة ناقص سبعة هنا جذر اتناشر دي ممكن نحللها ال على 2 فيها ستة على 2 فيها 3 على 3 فيها بعدين اللي كل اتنين متشابهين ده جذر تربيعي كل اتنين متشابهين يطلع بواحدة بس يعني الإجابة هتكون بدل اتنين واتنين هتكون اتنين جذر تلاتة يعني اللي اتناشر دي هتكون اتنين جذر تلاتة وطبعا في اتنين هنا قدام الجزر يبقى نضربهم اتنين في اتنين بأربعة يبقى سبعة زائد أربعة جذر تلاتة بعدين نفك الأقواس سالب في اتنين بسالب اتنين جذر تلاتة سالب في سالب بموجب سبعة نبدأ نشوف المتشابهين 4 جذر 3 ناقص 2 جذر 3 دول ممكن أطرحهم 4 ناقص 2 هيديني 2 جذر 3 وهنا 7 زائد 7 هيديني 14 يبقى الإجابة 2 جذر 3 زائد 14 ودي الإجابة رقم ج تمام تعالوا نشوف السؤال العاشر إذا كان محدد لما تشوف خطين كده يعني ده محدد محدد 1 3 2 س س يساوي 3 فما قيمة السين؟ المحدد طبعا ان انا بضرب القطر الرئيسي ناقص القطر الفرعي يعني واحد ضرب س ب س ناقص تلاته ضرب اتنين س بسته س ده كله بيساوي ايه تلاته يلا يعني نطرح س ناقص سته س طبعا هنا في واحد واحد ناقص سته يعطيني سالب خمسه س بتساوي تلاته بعدين نقسم على سالب خمسه يبقى اذا الس بتساوي تلاته على سالب خمسه او سالب تلاته على خمسه والاجابه بتكون بقى يبقى المحدد طبعا المحدد ممكن يرمز له بالرمز دلتا يعني له رمز اخر اللي هو الدلتا يعني محدد وبرضو الخطين دول يعني محدد طيب تعالوا نشوف السؤال رقم 11 خلينا برضه نمسح دول ونكمل ما ابسط صوره لهذا المقدار عشان نجيب ابسط صوره لازم اعمل عمليه انطاق للمقام يعني ايه انطاق للمقام يعني المقام ده ما يكون فيه جذور لازم نضربه في المرافق الجذر 2 زائد 1 مرافقة جذر 2 ناقص 1 وهنا برضو جذر 2 ناقص 1 طبعا 5 في جذر 2 ب 5 جذر 2 ناقص 5 في 1 ب 5 على جذر 2 في جذر 2 ب 2 لان لما نضرب الجذر في نفسه يروح الجذر 1 ضرب سالب 1 بسالب 1 يبقى 5 جذر 2 ناقص 5 على 2 ناقص 1 بكام؟ ب 1 يبقى الإجابة خمسة جذر اتنين ناقص خمسة طبعا لما أقسم على واحد عادي في المقام الواحد ممكن لا يكتبه ما أكتبه لأنه طبعا القسم على واحد يعني نفس العدد يبقى الإجابة خمسة جذر اتنين ناقص خمسة وهي الإجابة رقم ألف في الشكل المقابل ما قيمة س هنا هنطبق نظرية إيه؟ نظرية فيثاغورس طبعا أنتوا عارفين نظرية فيثاغورس بتقول الضلع الأول تربيع اللي هي جذر س زائد واحد تربيع زائد الضلع التاني تربيع اللي هو ثلاثة تربيع بيساوي الوتر تربيع اللي هو خمسة تربيع، طيب جذر س زائد واحد تربيع، طبعا تلاتة تربيع بكام؟ ثلاثة تربيع بخمسة وعشرين، وادي تسعة الطرف التاني يبقى جذر س زائد واحد تربيع بتساوي خمسة وعشرين ناقص تسعة، هنودي يعني دي الطرف التاني يبقى اديك ستاشر، بعدين نجيب الجذر التربيعي للطرفين. يبقى اذا جذر س زائد واحد بتساوي جذر ستاشر كام؟ أربعة، وأدي الواحد الطرف التاني بعكس الإشارة يعني أربعة ناقص واحد يبقى جذر س تساوي ثلاثة لأن أربعة ناقص واحد ثلاثة بعدين عشان نتخلص من جذر نربع الطرفين جذر س في جذر س ب س وتلاتة في تلاتة بتسعة يعني الإجابة النهائية هتكون تسعة. السؤال الثاني اوجد نقاط التقاطع بين المستقيم ص ناقص س تساوي واحد ومنحنى الدالة س تربيع ناقص اتنين س زائد واحد بتساوي ص طيب لازم اولا تخلي الصاد لوحدها في طرف يعني تنقل الس الطرف التاني بعكس الاشارة يعني الصاد تساوي واحد زائد س بعدين هتساوي الاتنين دول بعض ليه؟ لأن دي ص بتساوي كذا وص بتساوي كذا نلغي الصاد ويبقى نساوي الطرفين ببعض يبقى س تربيع ناقص اتنين س زائد واحد بتساوي واحد زائد س بعدين ننقل ده كله الطرف التاني بعكس الإشارة يبقى س تربيع ناقص اتنين س زائد واحد الواحد هنا بالموجب بيجي سالب واحد والسين برضو تيجي سالب س نجمع المتشابهين س تربيع تنزل سالب اتنين س وسالب س مش متشابه نجمع يبقى سالب تلاتة س واحد ناقص واحد صفر بعدين هنا نحلل بإخراج عامل مشترك اللي هو س ونقسم س تربيع على س يتبقى لنا هنا س ناقص 3 س على س الس تروح مع الس يتبقى لينا 3 يساوي صفر هنا في اجابتين الاجابه الاولى ان س بتساوي صفر لان العدد س هنا لوحده اما هنا س ناقص 3 فنغير الاشاره يبقى س بتساوي موجب 3 وبما ان انا عندي اجابتين في السين طبعا لما نعوض بالسين هنا هنطلع اجابتين للصاد يعني مثلا اول مره ص تساوي هنعوض عن السين بصفر يبقى واحد زائد صفر بواحد يبقى الصاد هنا بواحد طيب لما نعوض عن السين بتلاتة يبقى ص تساوي واحد زائد تلاتة يعني بتساوي أربعة يبقى هنا الصاد بأربعة ويبقى نقاط التقاطع يا إما صفر وواحد يا إما ثلاثة وأربعة ننتقل إلى السؤال ب صريق معدني من من الأعلى على شكل نصف كرة كما هو موضح في الشكل المجاور أوجد المساحة الخارجية لسطح السريج طبعا ده سيريج مكون من اسطوانة تمام وفوقها نصف كرة عشان اقدر اجيب مساحة سطح هذا الصاريق لازم اجيب الأول مساحة قاعدة الأسطوانة اللي هي على شكل دايرة تمام بعدين المساحة الجانبية للأسطوانة بعدين مساحة نصف الكرة يبقى أنا هجيب ثلاث حاجات أول شيء مساحة القاعدة اللي هي على شكل دايرة اللي هي باي نق تربيع قانونها كده مساحة الدايرة باي نق تربيع بعدين مساحة أو المساحة الجانبية للأسطوانة ودي قانونها اتنين باي نق ع اتنين باي نق عين بعدين هنجيب مساحة نصف الكرة طبعا الكرة مساحتها ايه مساحة الكرة اربعة باي نق تربية دي مساحة الكرة بالكامل احنا عايزين نصف الكره يعني بدل أربعة هنقول اتنين باي نق تربيع بعدين نعوض يعني مثلا اول مره هنا النق بكام لو انت لاحظت هو كله كام اتنين يبقى نصف القطر كام واحد لان القطر بالكامل هنا اتنين يبقى نق بواحد طيب يبقى نعوض باي ضرب واحد تربيع طبعا واحد تربيع بواحد يبقى الاجابه هنا باي المساحه الجانبيه برضه هنعوض عن النق بواحد والارتفاع بتلاته يعني اتنين باي ضرب نقل هي واحد ضرب الارتفاع هي تلاته طبعا اتنين في واحد باتنين في تلاته بسته يبقى سته باي الاخيره اتنين باي نقل تربيع يعني اتنين باي ضرب واحد تربيع برضو هيكون بواحد يعني اتنين باي بعدين هنقول مساحه سطح الصهريق بتساوي هنجمع ده كله طبعا باي زائد سته باي زائد اتنين باي طبعا نجمعهم هيكون باي زائد ستة باي سبعة باي زائد اتنين باي يعني تسعة باي وتسعة باي يعني اضرب تسعة في الباي الباي بكام تلاتة فاصل اربعتاشر هو ايه اللي هنا ونضربها بالآلة او بعقل هنا تسعة في اربعة بستة وتلاتين ستة ومعنا التلاتة تسعة في واحد بتسعة وتلاتة اتناشر اتنين ومعنا الواحد تسعة في تلاتة بسبعة وعشرين وواحد تمانية وعشرين ونحط هنا الفاصل وبما ان دي مساحة هتكون الوحدة بتاعتها متر مربع لان يعني المساحة دايما بتكون وحدة مربعه ننتقل الى السؤال ج البيانات الاتيه توضح عدد زوار مكتبه من خلال احدى 10 ايام عدد الزوار 13 31 9 8 23 20 32 17 22 15 30 من خلال البيانات اوجد الوسيط طبعا لو قال لي اوجد الوسيط او الربيع الاعلى او الربيع الادنى او اي مقيني لازم الاول نرتب القيم ترتيبا تصاعديا تمام او تنازلية خلينا نبدأ تصاعديا الاول اصغر قيمة هنا عندي مين ملاحظ انه اصغر قيمة هي التمانية بعدين التسعة بعدين هل في عشرة لا طيب في مين تلتاشر بعد التلتاشر في مين في خمستاشر بعد الخمستاشر في سبعتاشر بعد السبعتاشر في عندي هنا عشرين بعد العشرين في تلاته وعشرين لا في اتنين وعشرين هنا الاول بعدين تلاته وعشرين بعدين في تلاتين بعدين في واحد وثلاثين واخر حاجه اتنين وتلاتين تعالوا نعد القايمه عشان نتاكد ان احنا ما نسيناش حاجه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ودول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مظبوطين عشان اجيب الوسيط لازم اول اجيب رتبه الوسيط ورتبه الوسيط هي 50% من عددهم زائد 1 هم عددهم 11 يبقى 11 زائد 1 كام 12 يعني خمسين في الميه ضرب اتناشر هتطلع الاجابه سته يعني ترتيبه السادس تعالوا نغير اللون هنا واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته يبقى هنا العشرين هي الوسيط طيب مثل البيانات بالصندوق والمؤشر عشان أمثل البيانات بالصندوق والمؤشر لازم الأول أجيب الربيع الأعلى والربيع الأدنى الوسيط موجود جبناه يبقى ناقصني الربيع الأعلى والربيع الأدنى وناقصني أقل قيمة وأعلى قيمة طيب نجيب, نجيب رتبة الربيع الأدنى رتبته طبعا نفس الشيء خمسه وعشرين على مية ضرب برضو عدد القيم زي الواحد يعني اتناشر هتطلع الاجابه تلاته يعني ترتيبه الثالث يلا نعد واحد اتنين تلاته يعني هذا ده الربيع الادنى يبقى الربيع الادنى هو عشر. تمام بنفس الطريقه هنجيب الربيع الاعلى رتبه الربيع الاعلى هي خمسة وسبعين في المية ضرب عدد القيم زائد واحد اللي هي اتناشر يعني هيطلع تسعة ترتيب التاسع طيب يلا نعد التاسع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة اللي هي التلاتين يبقى الربيع الأعلى تلاتين كده معايا الربع الأدنى وربع الأعلى والوسيط أدنى قيمة أو أقل قيمة هي الثمانية واعلى قيمة هي الاثنين 32 نبدأ نرسم خط اللي هو بتاع الصندوق والمؤشر آدي آه الخط اهو بعدين هنحط عليه البيانات هنا أقل قيمة ثمانية لحد اتنين وتلاتين ممكن نقفز اتنين يعني نبدأ بالصفر اتنين أربعة ستة تمانية عشرة اتناشر أربعة عشر ستة عشرين اتنين وعشرين أربعة وعشرين ستة أقل قيمة هي التمانية أعلى قيمة هي الاتنين وتلاتين حط نقاط عندهم بعدين الربيع الأدنى تلتاشر 13. 13 بين الاتناشر والأربعتاشر. حط خط تحطش نقطة حط خط بعدين الوسيط عشرين عند العشرين هنحط برضو خط بعدين ربع الأعلى ثلاثين عند الثلاثين برضو هنحط خط والروح موصلينهم لبعض هنطلع لنا الصندوق بتاعنا والمؤشر طبعا يعني سهل جدا بس حدد المعلومات وانت تقدر تطلع الاجابه بكل سهوله نبدا بالسؤال الثالث ا إذا كان الانحراف المعياري عين لمجموعة من القيم يساوي سبعة وكان مجموع مربعات فرق القيم يساوي ميتين خمسة واربعين أوجد عدد القيم بكل بساطة الانحراف المعياري قانونه جذر مجموع مربعات القيم مجموع فروقات مربعات القيم على المتوسط قسمة نون اللي هو عدد القيم طبعا هو أعطيني الإجابة ميتين خمسة واربعين ده المجموع وعدد القيم سبعة هنقسمهم طبعا على بعض يبقى ميتين خمسة وأربعين على السبعة أربعة وعشرين على السبعة فيها التلاتة ويتبقى سبعة تلاتة سبعة واحد وعشرين يتبقى ثلاثة يعني هيطلع الإجابة خمسة يعني الإجابة جذر خمسة تطلع الإجابة تقريبا ستة تقريبا ستة لأن جذر خمسة قريب من جذر ستة طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده سؤال ب الشكل المقابل يمثل خط الانتشار لا اكتب معادلة خط الانتشار طبعا عشان اكتب المعادلة محتاج نقطتين على الخط اهم شيء محتاج نقطتين على الخط خلينا مثلا نجيب نقطتين النقطة مثلا الاولى هذه لو جينا بصينا النقطة هذه احداثياتها تلاتة هنا في تلاتة هنا شوفوا مع تلاتة يبقى النقطة الاولى من على الخط هي تلاتة مع تلاتة ثلاثة مع تلاتة بين الاتنين الأربعة في ثلاثة. والنقطة الثانية اللي هي هنا دي ننزل بيها كده بين العشرة وبين الاثناشر. يعني كام؟ حداشر ونمشي كده بين الستة والتمانية يعني كام؟ سبعة يبقى حداشر وسبعة نجيب نقطتين على الخط إحداثياتهم السيني والصادي بعدين نطبق قانون الميل اللي هو فرق الصادات على فرق السينات يبقى نقول سبعة ناقص تلاتة ده فرق الصادات وحداشر ناقص تلاتة سبعة ناقص تلاتة أربعة، حداشر ناقص تلاتة أربعة فيها النص، يبقى الميل نص، بعدين عايزين نكون المعادلة، تكوين المعادلة ممكن نستخدم الطريقة اللي هي العامة ص ناقص ص واحد بتساوي م مضروبة في س ناقص س واحد. طبعا هنا الصاد واحد والسين واحد هي اي نقطه ممكن اخد هذه النقطه او هذه النقطه ممكن اخد ثلاثة وثلاثه سهله السين بتلاتة هنا والصاد بتلاتة والميل بنص يبقى نكتب المعادله من جديد صاد ناقص ثلاثه بتساوي نص سين ناقص ثلاثه ممكن اضرب الاثنين دي هنا كده والواحد اضربه هنا اتنين في صاد باتنين صاد ناقص اتنين في ثلاثه بسته بيساوي واحد في سين بسين واحد في ثلاثه بثلاثه انقل بعكس الاشاره عشان كله يكون مع بعضه يبقى 2 ص ناقص 6 ناقص س لان س بالموجب بتيجي بالسالب موجب 3 بيساوي صفر جمع يبقى 2 ص بعديها ناقص س بعدين سالب 6 موجب 3 يعطيني سالب 3 هذه هي معادله خط الانتشار ج اوجد مجموعه حل المتباينة. عشان احل المتباينه لازم الاول ارسم جدول واسهل طريقه في الجدول هنا إن أنت تاخد السين والصاد مرة السين بصفر ومرة الصاد بصفر تمام؟ عشان أطلع قيمة الصاد بقسم هذا الرقم على معامل الصاد لأن السين بصفر يعني حذفت السين فهقسم اتناشر على أربعة فيها الكام؟ فيها الثلاثة بعدين عشان أطلع السين برضه هقسم على معامل السين لأن برضه أنا وضعت الصاد بصفر يبقى خلاص الصاد تم إلغاؤها أقسم اتناشر على سالب 8 هتطلع الإجابة بسالب واحد ونص كده احنا طلعنا قيمة السين والصاد نبدأ نرسم نعمل المحاور هنا واحد اتنين تلاتة أربعة واحد اتنين تلاتة أربعة هنا سالب سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة نبدأ نمثل النقطة الأولى صفر وثلاثة يعني الصاد عند الثلاثة هنا بعدين السين سالب واحد ونص مع صفر يعني سالب واحد ونص بين السالب واحد وبين السالب اتنين يعني هنا وبعدين نرسم خط هنشوف طبعا في علامة يساوي ولا لا لو في علامة يساوي يبقى الخط هيكون متصل لو في علامة يساوي الخط هيكون متصل لو ما في علامة يساوي الخط هيكون متقطع بعدين نشوف التظليل نختار نقطة الأصل عشان أعرف أنا هظلل فين وأعوض بيها هنا صفر طبعا في أي رقم بصفر صفر ناقص صفر برضه بصفر هل الصفر أقل من اتناشر؟ نعم يبقى التظليل في نفس الاتجاه اللي فيه الصفر طب لو كانت الإجابة لا نظلل في عكس اتجاه الصفر أو عكس اتجاه نقطة الأصل اللي إحنا خدناها. يلا بينا ننتقل الى السؤال الدال القرية الف تقع على بعد عشرين كيلو شرق محطة بترول اللي هي واو. بينما تقع القرية باء على بعد اربعين كيلو ويصل بين القريتين الطريق المستقيم الف باء اكتب المعادلة الخطية التي تعبر عن المستقيم الف باء طبعا عشان اجيب المعادلة الخطية لازم اكون معادلة فلازم الاول اجيب الميل فطبعا الميل عشان اقدر اجيبه ممكن استخدم الطريقه اللي هي بتاعه النقطتين ان انا بجيب النقطه الاولى والنقطه الثانيه تمام يعني مثلا النقطه هذه احداثياتها عشرين وصفر وهذه النقطه احداثياتها صفر واربعين. بعدين اطبق قانون الميل يبقى الميل يساوي فرق الصادات على فرق السينات يبقى اربعين ناقص صفر دي الصادات والسينات صفر ناقص عشرين ناقص عشرين هتطلع الاجابه هنا اربعين على صفر باربعين صفر ناقص عشرين بسالب عشرين نقسمهم تطلع الاجابه سالب اتنين. طيب دلوقتي الاجابه سالب اتنين ده الميل يبقى هكون المعادله ص تساوي م س زائد ج ص تساوي م اللي هو الميل سالب اتنين يبقى سالب اتنين س. زائد ج اللي هو الجزء المقطوع من ص، والجزء المقطوع من ص هو كام عند الأربعين يبقى زائد أربعين، وبكده يبقى جبنا المعادلة الخطية التي تعبر عن المستقيم أ ب، جد أقصر مسافة بين محطة البترول واو وهذا الطريق، عشان أجيب أقصر مسافة بين الطريق اللي هو خط مستقيم والنقطة، لازم نستخدم قانون البعد بين خط مستقيم والنقطة، اللي هو قانونه أ س واحد زائد ب. ص واحد زائد ج على جذر أ تربية زائد ب تربيع هو ده القانون يلا نطبق القانون أول شيء طبعا المعادلة دي لازم تكون صفرية فهنقلها الطرف التاني بعكس الإشارة يعني ص سالب اتنين س تكون موجب اتنين س أربعين تكون سالب أربعين بتساوي صفر كده خلناها صفرية نكتبها فوق ص زائد اتنين س ناقص أربعين ونقسم على جذر الألف تربيع اللي هو معامل السين تربيع يعني اتنين تربيع بأربعة والباء تربيع اللي هو معامل الصاد تربيع معامل الصاد هنا واحد يبقى واحد تربيع بواحد نعوض عن السين والصاد بالنقطة اللي هي مركز اللي هي محطة البنزين اللي هي نقطة واو اللي هي نقطة الأصل صفر وصفر يعني هنحط هنا صفر وهنحط هنا برضه صفر طبعا الصفر بيلغي أي شيء حتى صفر في اتنين برضه بصفر يعني الجاية هتكون مطلق سالب أربعين والمطلق يعني بنحول لموجب يبقى أربعين على أربعة زائد واحد خمسة يعني على جذر خمسة ممكن نبسطها إن إحنا نضرب جذر خمسة في البسط والمقام يبقى أربعين جذر خمسة على جذر خمسة في جذر خمسة في خمسة، أربعين على خمسة فيها ثمانية. يعني الإجابة ثمانية جذر خمسة وتقدر تطلعها بالعلامة العشرية لو إنت عايز باستخدام الآلة. يلا بينا نشوف السؤال الرابع إذا علمت أن المصفوفة س هي مكونة من عناصر خمسة وسالب واحد وصفر و2 والمصفوفة ص اتنين وسالب اربعة وخمسة وتلاتة اوجد س واحد اتنين يعني ايه س واحد اتنين؟ س واحد اتنين يعني العنصر اللي موجود في المصفوفة س في الصف الاول العمود التاني ادي الصف الاول اهو العمود التاني اللي هو ده يعني سالب واحد يعني عوض عنها بسالب واحد ناقص ص اتنين واحد يعني المصف... العنصر اللي موجود في المصفوفة ص في الصف التاني الصف التاني اللي هو ده العمود الاول يعني الخمسة وبعدين سالب واحد ناقص خمسة بسالب ستة بس خلصنا. أوجد النظير الجمعي للمصفوفة 2 س ناقص ص، طبعا لازم الأول أجيب هذه 2 س ناقص ص، بعدين أجيب النظير الجمعي. 2 س ناقص ص يعني نضرب المصفوفة س في 2. يبقى نضرب كل المصفوفة س في 2، يلا نضرب 2 في 5 ب 10، 2 في سالب 1 بسالب 2، 2 في 0 بصفر، 2 في 2 ب 4. ناقص ص كما هي مفيش ضرب، ونطلع الناتج. عشرة ناقص اتنين طبعا تمانية، سالب اتنين ناقص سالب أربعة، طبعا هنا السالب مع السالب تتحول إلى موجب، يبقى سالب اتنين موجب أربعة تعطيني اتنين، صفر ناقص خمسة تعطيني سالب خمسة، أربعة ناقص تلاتة يعطيني واحد. بعدين نبدأ نجيب النظير الجمعي، فالنظير الجمعي هيكون بعكس الإشارة يعني سالب ثمانية سالب اتنين موجب خمسة سالب واحد هو ده النظري الكماني ننتقل الى السؤال باء اذا كان سين على جزر ثلاثة بيساوي واحد وصاد بيساوي جزر اتناشر فوجد قيمة صاد سالب واحد ضرب جزر سين ضرب سين اولا سين على جزر ثلاثة بيساوي واحد هنعمل ضرب تبادلي يبقى في واحد طبعا بسين واحد في جذر تلاته بجزر تلاته ال 12 حللناها قبل كده لو تفتكروا على الاتنين فيها السته على الاتنين فيها التلاته على التلاته فيها الواحد دول هيطلعوا بره يبقى ال 12 دي هتكون اتنين جذر تلاته يعني ص بتساوي اتنين جذر تلاته هو عايز ص واحد ضرب س يعني ايه ص واحد ضرب س الأس السالب بيقلب العدد، يعني مثلا بدل ما هي ص سالب واحد هتكون واحد على صاد أس واحد. ده شكلها. تمام؟ طيب، الصاد بكام؟ باتنين جزر ثلاثة يعني واحد على اتنين جزر ثلاثة ضرب س، سين س سين هي جزر تلاتة. هنختصر جزر ثلاثة مع جزر تلاتة، يعني الإجابة في الآخر نص. ننتقل إلى السؤال جيم وهو السؤال الأخير. في مراجعتنا وطبعا ارجو ان تكونوا مراجع نالت اعجابكم يلا بينا نشوف حل السؤال الاخير باستخدام المعادله المصفوفيه اوجد مجموعه الحل يعني ايه معادله مصفوفيه في طريقتين لحل المعادلات باستخدام المصفوفات طريقه تسمى طريقه المعادله المصفوفيه وطريقه اخرى تسمى طريقه الصف البسيط تعالوا نبدا بطريقه المعادله المصفوفيه اول شيء طبعا لازم تكون المساله مترتبه بحيث السين تكون الاول بعدين الصاد بعدين الرقم هنا مترتبه لا هنا جايب الصاد الاول يبقى خلينا نرتبها سالب 2 س نخليها الاول زائد ص تساوي 5 كده رتبناها هنا 3 س مترتبه زائد ص تساوي 0 بعدين هنعمل ثلاث مصفوفات طريقه المعادلات المصفوفيه بنعمل ثلاث مصفوفات اول حاجه المصفوفه الصغيره هنا بتكون س وص ثابته بعدين نضع المعاملات المعاملات هنا سالب 2 والصاد قدامها 1 وهنا 5 يبقى سالب 2 بعدين 1 والناتج هنا 5 هنا ثلاثة والصاد معاملها واحد وبعدين هنا المعامل الناتج هنا صفر بعد ما عملنا الشكل ده هنجيب النظير الضربي لهذه المصفوفة اولا لازم اجيب المحدد اللي هو دلتا ان انا اضرب القطر الرئيسي ناقص القطر الفرعي يعني سالب اتنين ضرب واحد ناقص تلاتة ضرب واحد هتطلع الاجابة سالب خمسة بعدين بعد ما ضربتها وطلعت الناتج هبدأ أجيب النظير الضربي النظير الضربي هيساوي أول شيء بنعمل إيه بنبدل أماكن القطر الرئيسي يعني القطر الرئيسي ده بدل أماكنه سالب اتنين هتيجي مكان الواحد والواحد يجي مكانها يعني كده بدلنا الأماكن وهنغير إشارات القطر الفرعي يعني يكون هنا سالب واحد سالب ثلاث بعدين نقسم على المحدد اللي هو سالب خمسة دي أسهل طريقة ليك وأسرع طريقة. بدل أماكن القطر الرئيسي، غير إشارة القطر الفرعي، واقسم على المحدد. هيطلع الإجابة عندك سالب خُمس، وهنا السالب هترم على السالب يعني خُمس، وهنا السالب هترم على السالب يعني تلاتة على خمسة، وهنا السالب هيرم على السالب يعني اتنين على خمسة. بعد ما طلعنا النظير الضربي هنضربه في الناتج، يعني نقول المصفوفة س ص تساوي هذا الناتج اللي إحنا طلعناه. هنضربه في المصفوفة بتاع النواتج اللي هي خمسة وصفر طريقة الضرب كالآتي بضرب صف في إيه؟ في عمود يلا نضرب سالب خمس في خمسة سالب خمس في خمسة يعطيني سالب واحد زائد خمس في صفر بصفر ده كده الأول بعدين نضرب الصف الثاني تلاتة على خمسة ضرب خمسة هتعطيني ثلاثة زائد اتنين على خمسة ضرب صفر بصفر يعني الاجابه النهائيه تطلع سالب واحد وثلاثه دي طريقه مين طريقه المعادله المصفوفيه في طريقه اخرى اسمها طريقه الصف البسيط تعالوا اوضحها لكم برضو عشان تبقوا انتوا فاهمينها هنكتبها باللون الاحمر هنا الصف البسيط بعمل مصفوفه واحده بس طريقه الصف البسيط خلي بالكم ها الصف البسيط تحلوا باي طريقه بالطريقه المطلوبه منكم طب لو ما حددتش احل باي طريقه تعجبني طيب برضه هناخد الارقام المعاملات هنا على طول سالب اتنين واحد خمسة على طول جنب بعض تلاتة واحد صفر يعني بدون اي مشكلة بعدين عشان احل الصف البسيط اول خطوة هنبدل القطر هنبدل العمود الاول يعني ايه ابدله يعني التلاتة اضربها فوق والسالب اتنين اضربها تحت يلا نضرب تلاتة هنضربها فوق نضربها هنا كده في الهامش تلاتة ضرب سالب اتنين بسالب ستة ثلاثة ضرب واحد بتلاتة ثلاثة ضرب خمسة بخمستاشر بعدين سالب اتنين في تلاتة بسالب ستة سالب اتنين في واحد بسالب اتنين سالب اتنين في صفر بصفر. بعدين نطرحهم سالب ستة ناقص ستة يعطيني صفر ثلاثة ناقص سالب اتنين يعطيني موجب خمسة خمستاشر ناقص صفر خمستاشر. كده ده القطر ده الصف اللي هو اللي تحت تمام؟ يعني هكتب اللي فوق كما هو خلينا نغير اللون اللي فوق كما هو وهنغير تحت بالنواتج الجديدة صفر خمسة خمستاشر بعدين هنعمل نفس الحركة بس على العمود الثاني برضو هنضرب خمسة فوق يبقى سالب عشرة خمسة بسالب سالب اتنين بسالب عشرة خمسة بواحد واحد بخمسة خمسة بخمسة بخمسة وعشرين بعدين الواحد تحت الواحد مش هيغير أي شيء بعدين نطرح كالعادة سالب عشرة ناقص صفر بسالب عشرة خمسة ناقص خمسة بصفر خمسة وعشرين ناقص خمستاشر بعشرة ودي هنكتبها فوق يبقى اللي تحت كما هو واللي فوق ده يتغير كده خلاص طيب نعمل ايه بقى دلوقتي عشان نطلع نواتج. اول صف نقسمه على اول رقم اللي هو سالب عشرة هنقسم هنا على سالب عشرة طبعا هنا على سالب عشرة وهنا على سالب عشرة وتاني صف نقسمه على تاني رقم اللي هو على الخمسة ونطلع النواتج خلينا نمسح الجزء ده النواتج هتكون هنا طبعا هيطلع واحد صفر وهنا سالب واحد هنا صفر واحد وهنا تلاتة هتلاحظوا إن الإجابة هي الناتج الأخير ودي مصفوفة الوحدة اللي هي واحد صفر وصفر واحد يعني الناتج هيكون هنا س بسالب واحد وص بثلاثة وهي نفس النواتج اللي طلعت لي من المعادلة المصفوفية هذه الطريقة اسمها طريقة الصف البسيط إذا طلب منك الصف البسيط تحل بهذه الطريقة إذا طلب منك المعادلة المصفوفية تحل بهذه الطريقة طريقة النظر الضربي ارجو ان يكون الفيديو نال اعجابكم اعمل اشتراك في القناه لو انت اول مره تزورنا وكمان ادعمنا باللايك واعمل مشاركه للحلقه لكل زمايلك ونراكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته